تحياتي ليك يا كابتن ربيع. اهلا بيك، ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا كابتن؟ وحشني كتير، وحشني كتير يا كابتن، ونفسنا نجتمع تاني في النادي يعني. ما احنا بنروح نلعب، انت خلي بالك، انت ما انت عندك خاص عشان ما بتجيش. معلش يا كابتن، حقك عليا، حقك عليا يا كابتن. ما انت عشان انت حبيبي، ما اقدرش. حبيبي يا كابتن، ربنا يخليك، ربنا يخليك لنا يا كابتن ربيع. حبيبي يا كابتن. طيب كابتن، طمنا على المنتخب، يعني استعداداته بقى ان شاء الله الفتره اللي جايه، البطولات او المباريات الوديه اللي هتبقى موجوده، بطوله افريقيا المؤهله ان شاء الله، الكاس، يعني الامور الخاصه بالمنتخب يا كابتن. المنتخب طبعا بدات من يوم 5/8 عشان احنا عندنا البطوله المفروض المجمعه في تونس في 9/11 من 24، فيها تونس ومصر والمغرب والجزائر. دي بطوله شمال افريقيا يا كابتن؟ لا، تصفيات امم افريقيا لشمال افريقيا. تمام لفرق شمال افريقيا. النظام اتغير يا محمد دلوقتي، بقى كل زون مع بعضه، كل خد بالك، فاحنا الخمس زون بتوع شمال افريقيا التصفيات مع بعض. تمام، ده اول مره يحصل طبعا التصفيات دي. انا عندي عدد كبير جدا بيلعب في الدوري الممتاز، سبته مع عشان برضه يهمني الاولاد. خلي بالك يا محمد، هم خدوا اكتر من 140 يوم راح، صعب جدا كتير طبعا. جدا جدا عشان نرجع اللعيب من اول. احنا خلصنا البطوله العربيه في السعوديه الحمد لله بتنظيم رائع فني وعلى اعلى مستوى الحمد لله، بفورمه كويس، بفنيات، خد بالك، بايجابيات، في سلبيات بس الايجابيات كانت اكتر. فده مهم. فطبعا بعد 140 لازم تبتدي، فبدات جمعت مجموعه خد بالك فيهم اثنين محترفين ونظمت اموري، وبدانا النهارده خمس يوم والاسبوع القياسات ده. يعني عندنا اول اربع اسابيع باذن الله طبعا الاعداد العام وبعدين الخاص وبعدين فتره بقى المباريات اللي فيها السلبيات والايجابيات والمنافسات اللي يقدر نقعد بيها صح يعني. فانا بقى ابتديت وسايب اللعيبه بتاع الانديه اللي بيلعبوا في الدوري الممتاز اللي موجود معانا دي بيتمرن كويس وعايش كويس وزي الفل، واجيبه في الوقت المناسب وانظم على الانديه والف الانديه. فالنهارده كان خامس تمرين بامر الله تعالى، بكره عندنا تمرين ان شاء الله وبعده راحه، وده بقى اول اسبوع في التجمع، اسبوع القياسات. بعد كده بنظم اموري بقى الاسبوع الثاني والثالث والرابع، وربنا يسلم ما يكونش في اي حاجه ونستمر. المجهود اللي عملته يا كابتن اثناء التوقف ده، انا عارف كابتن ربيع ما كانش حتى بيسيب الامور كده يعني للصدفه. كان التعامل ازاي اثناء كورونا كابتن مع كابتن ربيع؟ كنت تعرف عم بتعامل معاهم، كنت بعمل لهم تمرين اونلاين واجتماع. ما ينفعش اسيبهم، بس طبعا محمد ياخد بالك ده اللي كنت اقدر اعمله، انا ما ينفعش اقعد وما ينفعش اسكت، واتصالات طبعا وتواصل، لان المشكله يعني ان الاجازه طويله جدا جدا. وبعدين الظروف دي ما ينفعش ابدا، اللعيب السن ده بيروح ويجي، مرحله نمو مهمه جدا يا محمد. وفي نفس الوقت انا عندي عدد كبير جدا بفضل الله، لازم يعني ان شاء الله ننتقي ال 23 لعيب اللي هنسافر بيهم تونس، وبعدين المسابقه بقت قويه جدا وشرسه جدا، بالك مسؤوليه كبيره. انا مسؤول عن جيل يا محمد، انا مسؤول عن جيل في مصر. انت عملت جيل يا كابتن قبل كده عشان بس الناس تبقى فاهمه، جيل قوي ووصول لكاس العالم ويعني كله. كان اداء جيد جدا، ونتيجه كمان كانت جيده في كاس العالم يا كابتن. كله بص يا محمد، كله بفضل الله. وبعدين دي بلدي مصر، مصر وطننا العزيز اللي عايشين في خيره. وانا مسؤول امام الله عن هذا الجيل، احنا لازم نشتغل بما يرضي الله، الشغل باخلاص بامانه بفنيات. وبعدين المجهود بقى اللي احنا يعني السن ده محتاج مجهود، محتاج شغل كتير جدا عشان يرجع. فلا صدر ان بس يا رب يا محمد ما فيش حاجه تعطلنا، لان لو عطلتنا حاجه هنضطر طبعا نرجع من جديد وهكذا. فربنا يسلم والامور تمشي ان شاء الله. ربنا يسهل يا كابتن. سؤال يا كابتن، محمود صابر لاعب المنتخب الشباب ولاعب النادي الاهلي، يعني يعني برضو لاعب موهبه مميزه، متواجد معاك بشكل اساسي هو. محمود الباك رايت، هو بيلعب باك رايت، هو بنفس مكان احمد ايجا يعني، وانا بستعجل باك رايت، ممكن ديفندر واخد بالك، ممكن مساك لو بلعب بطريقه واخد بالك بقابل بيها المنافس يعني. ولعيب جوكر ولعيب كويس ولعيب بنيانه قوي جدا واخد بالك، من اللي بعتمد على اسم عليهم يعني. البطولتين الاخر اللي في تونس لعب، اللي كانت في شهر 11/2019، وبطوله اللي كانت في السعوديه لعب معظم المباراه، يبقى لعيب اساسي بعتمد على اسم عليه. كلمش معاك يا كابتن في وضعه الحالي في التعاقد مع النادي الاهلي، ولا او حاجه عاجله من بره؟ بص الرياض كلهم بيتكلموا معايا وبيتصلوا بيا واخد بالك. هو بص، هو طلبوه عشان هو بيقول لي، ده بيحكي لي يعني بيقول لي طلبوني عشان يقعدوا معايا، واخد بال حياتك، وهم عاوزيني انا امضي على بياض. انا قلت لهم نمضي على، قولوا لي السنه الاولى والثانيه انا ما عنديش مشكله. ده الولد طبعا بيقول لي انا في مجموعه طلبتني، قعدت مع خالد بيبو من اربع خمس ايام، قلت لهم روحوا واقعدوا، واللي يقول لكم عليه خالد بيبو امضوا انتسلوا وانتوا ما تخافوش على نفسكم في النادي الاهلي. صحيح.
في بره واخد بالك. فهو طبعا ليه وجهه نظر تانية. طب قولوا لي يا جماعه وحطوا شرط زي 500,000 دولار عليا وعليكم واخد بالك، لان جاي لي وجاي لي وجاي لي. طبعا هو خلاص دماغه راح على حته تانية والوكيل بتاعه يا محمد فهمه ان انت لا ما تمشيش على بياض الضغط ده انت من زمان خلاص. فخلاص هو لو كان شرني في موضوع ان كنت اقول له روح ويمضي للنادي الاهلي وحريص جدا وعلى مستقبلك يعني النادي الاهلي امان لكل لعيبه بصراحه يعني. اكيد يا كابتن تجارب بتقول كده طبعا. فبس فهو طبعا جاي له العرض يا كابتن محمد في نادي دوري الدوري في تونس وفضل ان هو يسافر تونس. طبعا انا ما اعرفش هو موجود ولا سافر، انا مش متابع يعني، لكن هو ده اللي قاله لي في التليفون محمود صبري. كابتن يعني نتمنى لك كل التوفيق انت ولاعيبتك، وان شاء الله الامور تبقى مستقره عندك يا كابتن ربيع، ونلتقي ان شاء الله في النادي يا كابتن. ان شاء الله ان شاء الله حبيبي يا كابتن ربيع.